وصل لندن وان شاء الله بكره واقفين الساعه 10 الصبح عشان نقول لرئيسنا ان احنا هنا موجودين. احنا في لندن بنقول لكل المصريين ما تقلقوش على رئيسنا. نورت لندن يا ريس وشايف الدنيا منوره ازاي؟ كلنا معاك يا ريس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اسمي نجم سعد من الجالية المصرية في أمريكا، بكلم كويتي وأصحابي في الجالية في إنجلترا، وبتمنى إنهم يقفوا مع الرئيس ويساعدوه ويصوروا للمظهر الحضاري اللي إحنا بنتمناه زي ما إحنا وقفنا وساعدناه. هو بتمنى إن إنتوا تعملوا نفس الشيء، ولأن ده شيء يشرفنا ودي أقل حاجة نقدر نعملها لبلدنا. في ناس كتيرة جدا مش بتنزل عشان تقف مجرد نص ساعة ولا ساعة عشان من وقتها في الخطر. في ناس بتضحي بأرواحها وحياتها وعائلتها ومستقبلها كله عشان خاطر مصر واقفة على الجبهة، عشان خاطر احنا بلدنا اللي اسمها مصر. يا ريت احنا كمان نكون قد المسؤولية ونقف معاه قلبا وقالبا فعلا وقولا. وشكرا لك. انا نجلاه من الجاليه المصريه في امريكا، وانا طبعا يعني نفسي كلكم تساعدوا الرئيس في انجلترا عشان الرئيس فعلا يستاهل، وهو واقف معانا في كل حاجه. يا ريت احنا نقف جنبه. احنا مش بنقف جنب الرئيس بس، احنا بنقف جنب مصر كلها، وهو الرئيس عاطينا وجشنا وكل عاطينا من وقته كتير. فيا ريت يا ريت يا ريت الكل ينزل ويشجع رئيسنا وتحيا مصر. واحنا معاك يا ريس فعلا فعلا، يعني احنا معاك فعلا وبقلبنا وبعزتنا، وربنا معاك يا ريس ويحفظك. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا معاك يا ريس قلبا وقالبا فعلا وقولا. احنا معاك يا ريس قولا وفعلا.